قبل يعني اناس متخصصين في هذا نعم يعني من قبل يعني من عالمهم يعني من عالم الجن هم اللي يديروا هذا الكشف هذا. بسم الله دركا غادي نبدا تفضل. دركا غادي نبدا باذن الله غادي نبدا في رقيه الحالتين مع بعض مع بعض. نعم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتمنى انكم تغلقوا عينكم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وتوني مسلمين. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وارسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء محاريب وتماثيل وجفان كجواب قدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم سخر عارض هذا الجسد بحق هذه الايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. نوضح للمشاهدين برك بان هذه الحضور الان مش هي لا تبكي الحاله ولكن ان الجن بدا يتعذب فيبقى يدير هذا الشيء هذا فيبقى هو دركا لا يبكي هو دركا راه يتعذب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سخر لنا عارض هذا الجسد كما سخرت البحر لموسى وكما سخرت النار لإبراهيم وكما سخرت الجبال والحديد لداود وكما سخرت الإنس والجن والشياطين والرياح والوحوش والحيوانات لسليمان. سخر لنا كل ما نشاء وكل ما نحتاج وكل ما نريد يا ربنا يا أحد يا من ملكت المدد ويمد المدد. اللهم سخر لنا عارض هذا الجسد فلا يعصي لنا أمرا. بسم الله بسم الله نار من أماء. بسم الله نار. بسم الله نار. بسم الله نار. بسم الله نار. هذه دركة الدفعة هذا شكلها يقوم به هذا ما راش تقوم به هي الحالة ولكن راه يقوم به الجن اللي فيها هذاك ما راش يتحمل. مشاهدينا الكرام انا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في عدد اخر. نشكروا كل الحضور اللي جاوا معنا. نتمنى لكم الشفاء العاجل حياه وصبرينا. نشكروك الشيخ. نشكروك الراقي معنا عزيز. نشكروك استاذ. اذا نتمنى لكم سهره ممتعه مع بقيه برامج قناه النهار في امان الله. حلقتنا لهذه السهره لم تنتهي هنا فبعد نهايه تسجيل البرنامج تحدى الشيخ شمس الدين الراقي عز الدين وقام برقية المريضتين في تفاصيل مثيرة شهدتها كواليس البرنامج. اخترنا لكم منها بعض هذه المقتطفات. فهمت؟ ما هوش مزوج فيها وساكنها برك 50